سعيد جدا حيت كنت بعد الزياره لمدينه قصيده اللي هي كانت هي بحال شي منظومه ثقافيه متكامله وهي نموذج ديال هذا الشيء اللي خصنا نديرو ونمشيو ليه في هذا البرنامج ديال قياده التنشيط ديال التنميه المحليه وديال السياحه وديال قطاع الثقافه الى اخره. بغيت نقول ايضا ان هنا في مدينة قصيدة كيتبين لنا أن الثقافة هي طاقة متجددة، هي بحال الشمس اللي كيمشي ليها كيدير واحد الخطوه نحو الثقافة كيلقى هذيك الطاقة ديال الشباب وديال المبدعين وديال الفنانين. ونقول أيضا أن الثقافة يمكن لها تكون هي الدواء، إن شاء الله ديال هذا داكشي كامل اللي فسدته كورونا، راه يمكن الثقافة تداويه. كما كيقولوا راه الثقافة هي الحياة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.